طب اجي لك يا كابتن ايه، يمكن كان عندك انت مشكله الضعف بقى، انت لعيبه كبيره ولعيبه مؤثره ومن احسن اللاعبات في افريقيا، ونفس الوقت انت مش متعوده تخسري، او مش متعوده ان يحصل مثلا في سيريس ماتشات متلقى هزيمه وهي الاولى. كلميني عن شعورك في الفتره دي، وازاي يعني ازاي عملت ان انت تقومي الفرقه تاني مع كباتن الفريق؟ هي الصراحة اللي عمل الدور ده كله بعد ما خسرنا ماتش الدوري كانت نهلة. يعني احنا فعلا زي ما دعاء بتقول، احنا فعلا قعدنا معاها بعد الماتش، يمكن احنا تاني يوم اللي قعدنا مع الجهاز الفني قبلها بيوم بقى نهلة قعدت معانا. هي فعلا خلتنا كل واحد يعرف يعمل ايه، لعبت على نفسيتنا كمان كويس قوي، ان احنا فعلا الماتش الجاي ده هو ما فيش اوبشن، هو احنا ان شاء الله هنكسبه. فده خلانا ان احنا فعلا نقدر ان احنا تاني يوم يعني الحمد لله قدرنا ان احنا نكسبه. وبعد كده اللي هو احنا برضه ما عملناش حاجه، لسه عندنا ماتش تاني، وفعلا كلنا داخلين يعني الدوري اخر ماتش ده كلنا داخلين ان احنا ان شاء الله هنكسب. بس ادائكم حتى في المباراه الثالثه كان احسن كمان من المباراه الثانيه. بالظبط، لان احنا كنا داخلين، هو احنا ما عندناش اوبشن بقى، احنا خلاص احنا يعتبر 0-0 خلاص بقى، احنا كأن ده ماتش كاس. جات لنا فرصة تانية. بالظبط، ده ماتش الكاس بقى خلاص، احنا بنخلص من يعني مفيش بقى، احنا بننسى كل اللي فات وابتدينا بقى نركز على الماتش ده، وقدرنا الحمد لله ان احنا نكسبه. يعني طيب يعني يمكن برضو في حتة الإصابة، وهتكلم عن كأس مصر، يمكن احنا فزنا بالسوبر، بعد كده فزنا بالدوري، بعد كده رحنا على كأس مصر. في ناس كتير جدا ما تعرفش ان كنت بتلعبي مصابة، ما يعرفوش ان في كان عدد من الاصابات موجوده. كلميني عن مين كان مصاب في مباراه السوبر، يمكن ده اول تصريحات ليكم بعد الكاس، لان ما تقابلناش او ما طلعناش في القناه. مظبوط، هو انا تقريبا بعد ماتش، انا في ماتش الدوري الثاني الجيم الخامس انا اتصبت في اوله، يعني انا عملت دايف كده فكتفي اتخلع، فانا طلعت. يعني هو اتخلع؟ انا عندي مشكله في كتفي، فساعتها كتفي اتخلع، يعني حتى لو ردوه ترد في الملعب يعني الدكتور منه ردته، فحتى لو حد اتفرج على الماتش، هو انا اخر الخامس انا ما كنتش بلعب، انا طلعت. محدش يعرف الكلام ده. انا طلعت وما كنتش بقى يعني لغايه قبل الماتش ملعب التالت ده، انا كنت وانا بسخن، انا لغايه وانا بسخن انا مش عارفه انا هلعب ولا لا. ده في الدوري، في الدوري الماتش التالت. ف وقالوا كتفك مخلوع، كتفك يعني اليمين هم اللي ردوه، بس كان طبعا الرينج اليمين بتاعه اللي انت بتلعبه فالرينج بتاعه مش بيبقى احسن حاجه وكده، فانا لغايه اخر وقت في الماتش التالت ده انا مش عارفه انا هلعب ولا لا، لغايه وانا بسخن. بس بعد كده عدينا. المشكله بقى ان بعد الدوري كان وقت عيد، فما كانش فيه اصلا حد ان احنا نقدر نشتغل على كتفي او ان انا اقدر اعمل حاجه، فدخلنا ما كنتش بتمرن معاهم، كنت بس بتمرن فيتنس، ما كنتش بتمرن فولي خالص لغايه التمرينه اللي قبل الماتش. وبعدين برضو المحترفه اللي هي كارينا اتصابت برضو، لا ركبتها اللي هي اللي كانت عامله في كاس التمرينه اللي قبل الماتش او اللي قبل الماتش بتمرينه، قعدت ما قدرتش، لفت ولا وجعها طرقعت تقريبا، ما كملتش بقى التمرين، فبرضه لغايه اول ماتش في الكاس احنا مش عارفين هي هتلعب ولا لا. فكل الحاجات دي اصلا نفسيا بتفرق جدا معانا، يعني مش مع المصابين بس، مع الفرقه نفسها. مش يومنا، مش بطولتنا، احنا مش جاهزين، في مصابين. بالظبط، ان احنا كلنا بقى، هو كله مش عارف مين هيلعب، طب هتلعب عامله ازاي. برضو اكيد مهما لعبنا واحنا مصابين مش هيكون بنفس المستوى بتاعنا، يعني ده اكيد. فالحاجات دي كلها اثرت علينا واثرت على شكلنا، يعني يمكن الناس كمان ما كانتش عارفه حاجه زي كده، بس فعلا احنا كلنا سواء ضغوطات سواء اصابات، الموضوع كان صعب جدا في الكاس اكتر من الدوري كمان. يعني طب دعم الجمهور، يعني الجمهور كان يعني ما فقدش الثقه خالص في الفريق، بالعكس يمكن السنه دي كان في سبوت عالي جدا على دوري السيدات اكتر من الرجال، يمكن عشان انتقال اللاعبين المنافس والكلام ده كله، فكان في سبوت بشكل جماهيري كبير وعنيف وغير مسبوق، وشفناه من اول ماتش كان عندنا في الصاله عندنا في النادي الاهلي، وبعد كده رحنا وحتى لعيب الكره محمد صلاح طبعا الاسطوره الكبير كان بيتفرج على الماتش وصوره، يعني كان واخد اهتمام كبير جدا. دعم جماهير النادي الاهلي وثقتهم فيكم دي كانت مسؤوليه كبيره جدا، يعني ده اكتر سيزون تقريبا كنا بنلعب تحت ضغط، لان احنا عارفين قد ايه الموضوع بقى مهم السنه دي، والموضوع مختلف، وفعلا احنا كنا كل شغلنا ان احنا عايزين فعلا نسعد الجمهور ده اللي هو متعود مننا على حاجه معينه، وده كان التارجت بتاعنا من اول السيزون. يعني هو اصلا الناس والسبوت كان من اول السيزون خالص، من ساعه ما الانتقالات دي حصلت، فكان كل هدفنا ان احنا نكسب يعني ونساعدهم. وفعلا احنا حتى لما خسرنا في اول ماتش في الدوري هم يعني ما حصلش هجوم، صحيح بالعكس هجوم. يعني هو حصل دعم ان لسه دعم لا في ماتشين تانيين وانتوا قدها وانتوا ابطال، وده فعلا اللي حصل، الروح دي هي اللي وصلت لنا يعني ان احنا نقدر نكسب ونكمل. ده حتى الدعم استمر بعد خساره بعد الكاس الكاس. كمان. مظبوط، بالظبط، كنت الدعم لسه واللعيبه مصابه ولاعيبات مصابات،
يعني كان الدعم مستمر، بس مش في حاله الفوز لا، ده في الهزيمه كان بيبقى في دعم كبير جدا. بالظبط، يعني حتى بعد الكاس انا مش فاكره ان كان في حاجه يعني هجوم علينا. اكيد حقهم ان هم يزعلوا، بس كهجوم وكده ما حصلش هجوم علينا، بالعكس كانوا بيدعمونا. ولسه انتوا جبتوا بطولتين من ثلاثه، واللي جاي ان شاء الله هتعملوا كل حاجه يعني بصراحه. اكيد اكيد ان شاء الله، والسنه الجايه تبقى احسن من السنه دي باذن الله. ان شاء الله.